عندي سؤال لهم، ليه التغيير النهاردة؟ ما غيرتوش امبارح ليه؟ ما سمعتوش كلامنا ليه؟ ما فضلنا سنين نقول، سنين نقول نرجوكم وقفوا الفساد. شوية العصابة تتلم، السرقة تقل، بصوا على الفقراء والعشوائيات، الشعب العظيم اللي اجتمع كله في الأرض وداب الكل في واحد، الروح واحدة، الأصالة المصرية، عطر مصر اللي ما جابش. مش مصدقين أبدا، مش مصدقين إننا شعب عظيم. العالم كله، العالم كله لو فتحنا كل وكالات الأنباء بيبص على ميدان التحرير ويقول أصحاب الماضي يجددوا الماضي في المستقبل وفي الحاضر. يقولون الآن، 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 تحيا مصر وتحيا الحرية وتحيا العدالة الاجتماعية. سنين تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر عزيزة وحرة وكريمة، تحيا بإرادة أبنائها وليس بإرادة وليس بطاغوت سارقيها وليس بجبروت ظالميها وليس بفساد مستبديها. الآن بيغيروا الحزب وبيصلحوا الحزب. أما بعد إيه؟ بيتكلموا عن المليارات، المليارات اللي الثورة أدت إنها أثرت في البورصة وفي الطيب. ما تيجي نطلع المليارات اللي اتسرقت ونوزعها، ونوزعها على المصريين. اكتبوا اقرارات الذمة المالية، اكتبوا اقرارات الذمة المالية. بيتكلموا عن الشرعية، انت نظام بلا شرعية. بتتكلم عن البرلمان، انت برلمان مزور. الشرعية الان انتم تصنعوها في هذه الارض. الشرعية الان انتم تصنعوها في هذه الارض. المستقبل الان انتم تصنعوه في هذا الارض. انا انادي على ابناء الجيش المصري وهم من الامناء على مصر، الا يسمحوا لفتنة بينهم وبينكم. الخطة دلوقتي ناس يتفاوضوا وناس يتكلموا وناس يمثلوا وابطال يسهروا. كنتوا فين زمان؟ ما تكلمتوش من زمان ليه؟ اشمعنا دلوقتي ظهرتم؟ اين كنتم؟ اين كنتم ومصر تحترق بالالم؟ اين كنتم والمصريون يكتوون بالجوع والفقر والسرطانات والامراض؟ انا مرة اخرى وثالثة كتبت سنوات طويلة اقول وانا لنا بقرة، يعني لبقرة في كف الزمن. انا بقرة في تاريخ هذا الشعب وفي مكونات هذه الارض الطيبة وفي الاصالة المصرية. الفجر قادم على ايد هذا الشعب. الفجر قادم على ايد شباب هذا الشعب. الفجر مدرب بدماء الشهداء الذين سقطوا من اجل تحرير ارضهم. خلوا ايدنا في ايدين بعض، خلينا واقفين جنب بعض. انتم تصنعون اكبر قوة طاغطة، لانه لا يحلم الا بشيء واحد، ان ينقض هذا الجمع ويرتبوا الاوضاع، ويرتبوا الاوضاع. والحزب والحزب الذي مش هيعرف، والحزب يقفز مش هيعرف، مش هيمشي، هو يمشي، مش هيمشي، هو يمشي، مش هنمشي، هو يمشي، مش هنمشي، هو يمشي، مش هنمشي. لما زين العابدين طلعوا الشعب التونسي، كانت الدعابة من النكتة المصرية القديمة انهم بيوضبوا الطيارات في مطار القاهرة عشان المصريين يمشوا. يعني ايه؟ ان يرحل اخر مواطن ولا يتقدم. من يطلق على نفسه بالقبض
الاعتذار وليقول لقد أخطأت وأفدي هذا الشعب الذي ويكفيني ما أخذت. أنا أنادي عليك وأقول له اهكم دماء هذا الشعب. سلامة شعب أفضل من سلامة فرد. سلامة شعب أفضل من سلامة واستبداد حكم. نرجوك نرجوك أن تهبط دماء هذا الشعب وأن تحترموا إرادة هذا الشعب وأن تعرفوا أن معدن هذا الشعب من صلابة ومن إرادة ومن حضارة ومن سياسة ومن عقائد لوثوا مصر وأصبحت القيم ونشروا الفساد وأصبحت الرشوة مبدأ وجاعل مصر العزيز العظيم. وحاولت أن نزرع القمح أرضنا مليانة خير وقلوب فقر أقول لهم مصر غنية مصر مصر أرض غنية بس عايزة اللي يحبها عايزة اللي يعرف يدير ثرواتها عايزة مصر عايزة اللي تحبها مصر عايزة اللي يعرف كونتها مصر عايزة تشرف بشعبها مصر عايزة اللي يتبانى في بطنها مش عايزة اللي يطلع قبل منذ سنوات رأيت هذا المشهد بعين الأمل والثقة في وجه الله والثقة في هذا الشعب. وأنتم اليوم تجعلوني قبل أن أرحل على الدنيا أرى الحلم أرى الحلم أن مصر قامت وعندما تقوم مصر فهي لا تعود أبداً.